عليكم، معكم خديجة والسي محمد من مدينة طنجة. حنا الكوبل ديال مدينة طنجة. نعطي الكلمة للسي محمد. السلام عليكم، معكم محمد الزوج ديال خديجة، الكوبل ديال مدينة طنجة. ونتعاود لكم خديجة القصة ديالنا والاعتقادات وكل شيء. المهم غنكملوا لكم القصة ديالنا، كيفاش عرفنا وكيفاش تلاقينا. وكنا يعني في الأول تحدينا العائلات ديالنا، ورغم ذلك الحمد لله الآن ولينا كنعيشوا واحد الحياة اللي أي زوج ديال الناس كيتمنوا أنهم يعيشوها مع بعضياتهم. أول حاجة أنا أكبر من السي محمد، تنقولها وبكل افتخار، الحمد لله أنا أكبر منه ب5 سنين والسي محمد صغر مني ب5 سنين. تلاقينا تعارفنا ويعني في ظرف ديال شهرين ونص تزوجنا. في الاول ما كانوش العائلات ديالنا قابلين، يعني عائلته قالوا له لا سيده يعني كبيره عليك وهذا ما غاديش تفاهمه، وانا عائلتي قالوا لي لا السيد باقي صغير، تقدروا تلقاو مشاكل، تقدروا يعني ما تفاهموش وترجعي، راك عارفين حنا النظره ديال السيده اللي كتكون مطلقه وهذا تكون شويه صعيبه. فالحمد لله تحديناهم، تزوجنا، دينا لهم الكاريت. المهم تحدينا يعني جميع اي حاجه كانت يعني واقفه في طريقنا، يعني تحديناها ودرنا العقد ديالنا صافي. من بعد يعني عاد بدا التفاهم ديال الوالدين، بالاخص يعني والديها يعني كانوا معترضين بزاف على الزوج، يعني صغار منا كيقولوا له العقل ديالو باقي صغير باقي طايش. ماشي انا نخلق في 1994، هي بنت 1988، 5 سنين ديال الفرق بيناتنا. يعني انا ما لقيت صراحه ما لقيت مشكل نهائيا في هادشي، انا بغيت يعني ما عنديش مشكل في الصين ولا في شي حاجه اخرى نهائي. يعني الخوت ديال اعترضوا وكل شيء اعترض، وكاك تحدينا كل شيء، يعني تزوجنا ودرنا العقد ديالنا صافي. من بعد يعني عاد بدات العلاقه يعني في الوالدين، تعرفوني والديها وبداو كيتلاقاو معايا. هذيك الساعه عاد بدينا بداو كيتفاهموا معايا، بداو يعني كيبغيوني. فبالنسبه للسن انا ما عنديش فيه مشكل نهائيا، السن هو شي حاجه كتكتب غير على الوراق. التفاهم اللي بيني وبين الزوج ديالي الحمد لله اي زوج كيتمنوه، عايشين باللي قسم الله. الناس يعني كتشوفنا، يعني اللي كتفرج فينا في القناه ولا اللي كتلقى معنا في الزنقه كيكون في الاول واحد الاستغراب، يعني كيشوفوا ديك النظره ديال او كيفاش السيده تقدر تكون يعني كبر منه ولا وهي سميمره وهو شويه بيبض. ولكن الحمد لله حنا ما عندناش هذاك المشكل. انا السي محمد هو ولدي والصديق ديالي وانا بنته، يعني في المعامله مع بعضياتنا ما كاينش هذاك المشكل. لدرجة يعني الوالديه من اللي جاوا هنا وعرفوني وليت أنا أكثر من بنتهم الحمد لله. ودابا كملنا عام، يعني هاد شهر 4 هذا 2020 غنقفلوا عام الحمد لله، كله تفاهم، كله واحد معاونين باللي قسم الله وعايشين بخير الحمد لله، ما عندناش وما خصناش. بالنسبه للانتقادات يعني في الشارع كتبقى ديك النظره ديال كيفاش يعني هاد الزوج هكا يا غادي، يعني حيت انا والسي محمد تنخرجوا ديما يدنا في يد بعضياتنا، يعني تيقولوا لا هادو يقدر يكونوا غير تيمثلوا ولا لا، ما كاينش الحمد لله ما كاينش. ولدرجه واحد المره في مدينه اصيله واحد الناس شافونا وجاو قالنا واش نتوما الكوبل خديجه وسيمو، قلنا لهم قلنا يعني السيده تجرأت انها سولتنا واش بصح مزوجين، قلت لها اختي قسما بالله الا مزوجين والحمد لله، راه مثلا يعني ماشي تمثيل ولا، يعني كل شيء بالصدق الحمد لله. وما عندناش حنا ديك القضيه ديال السي محمد صغر مني، بالعكس انا السي محمد بالنسبه لي كبر مني بواحد 20 ولا 30 عام، عقله كبير بزاف وكيفكر ليا وانا تنفكر ليه. بالنسبه لينا كنا مشينا باش نشاركوا في لالا العروسه، صراحة يعني مشينا تسلفنا الفلوس باش نمشي، وحيت عيطوا لينا، يعني شاركت بثلاث ايام في الاي سي ميس عيطوا لينا واش نتوما شاركتوا معنا. ايه مشينا صراحة، عيطنا الام ديالو، هي في تاونات، هي ما معناش في طنجة، ومشات مسكينة ركبات من تاونات لفاس ومن فاس للدار البيضاء، يعني الربعة ديال الصباح كانت في مدينة الدار البيضاء، احنا وصلنا مع الربعة ونص ديال الصباح ما ناعسينش، مشينا حضرنا الإقصائيات، دخلنا سولونا يعني عمرنا ديك الكونترا وداكشي اللي كيسولوا عليه كامل،
صافي يعني عطاونا واحد الامال عجبناهم كيفاش كنفاهمين وهذا. ايوا صافي بقينا كنتسناو من بعد الايام كما وعدونا كنتسناو يعني تفاجئنا قالوا لنا راه غيبدا البرايم وراه عزلنا الناس اللي غدوز. ما فهمناش الصراحه كيفاش ما تمش الاختيار ديالكم وحنا كان عندنا واحد الامل كبير يعني كما كتشوف حنا صراحه كنا بغينا نربحوا ديك البارتمان والعرس حيت ما درناش العرس حنا يعني صحابنا وحبابنا يعني خداونا غير الكادوات بحال هكا درنا غير اللي قسم الله صافي وجينا يعني ما درناش العرس وكنا يعني كان عندنا امل نديروا العرس وهذا وما جابش الله فيها. ورغم ذلك لدابا حيت ما عيطوا لنا ما قالوا لنا لا تقصيتوا ولا حتى حاجه يعني على الاقل كانوا غير يعيطوا لنا يقولوا لنا راكم ما دزتوش باش حنا داك الامل ما نبنيوهش بزاف. ايوا ما جابش الله. بالنسبه للرساله اللي كنبغيو نوجهوا للناس هي نحاولوا كل واحد يعيش كما بغى هو ما نهتموش لشي واحد اخر ما نديرش غير شي حاجه اللي حرام وشي حاجه اللي تغضب والديا ونحاول نديها في راسي. حنا الحمد لله تحدينا اي حاجه كنعيشوا احسن من اللي يعني اللي عنده شي ماديات وهذا الحمد لله باللي قسم الله وعايشين بخير. والرساله ديالنا الثانيه هي نحاولوا نبغيو بعضياتنا. حنا الحمد لله دابا السي محمد انا كنموت عليه تنقولها وتنعاود نقولها وهو حتى هو كيبغيني اكثر يعني ونخلي ليه الكلمه. وشكرا للناس اللي كتابعنا حنايا خديجه والسيمو على القناه ديالنا وشكرا لشوف تي في بزاف. الرساله اللي بغيت نوجهها يعني لكاع الناس وكاع الكوبل واللي كاع يعني اللي كيتابعونا على القناه ديالنا ولا الناس يعني اللي في الشارع ولا كلشي يعني يحاولوا يعني واحد الكوبل مع بعضياتهم يعني ما يحاولوا ما يشوفوش يعني داكشي اللي كيقولوا فيه من الناس يديروا داكشي يعني اللي في البال ديالهم كيبغيو بعضياتهم يكملوا في الحب ديالهم يعني يديروا شي حاجه اللي حلال يعني اللي ما يندموش عليها خا يتحدوا يعني اي حاجه يتحدوها الا كانوا كيبغيو بعضياتهم ويحاولوا يعني ما يشوفوش ديك الانتقادات ديال الناس لا هذيك كبيره عليهم لا صغار منها لا يعني يعني انا كيقولوا له بياض وخديجه كيقولوا له سمراء ما عارف كيفاش بغاها ولكن يعني صراحه يعني الانسان يعني بغيتها بزاف صراحه الله يعني لقيتها بنت الناس يعني لقيت فيها داكشي اللي ما غاديش نلقى في شي انسان لقيته فيها هي واخا هي الاصل من العيون وانا تونسي يعني صراحة ملي تلاقينا انسجمت يعني واحد انسجام كبير يعني ولفت على الطريقة ديالهم اي حاجة ديالهم يعني ولفت عليها. دابا الوالدين ديالها كيحسبوني بحال ولدهم يعني صراحة كيعيطوا لي انا كثر ملي كيعيطوا لي كيعيطوا لي انا وكيسولوني على بنتهم بزاف. شكرا لشوف تي في وشكرا الناس اللي كتابعنا وكتبغينا شكرا لكم بزاف.